السلام عليكم. لن تصدق ما فعله مجموعة من الشباب الجزائريين لفتاة إفريقية صغيرة ومسلمة كانت تتسول وتجمع المال من ذوي القلوب الرحيمة لتستطيع توفير حاجياتها من مأكل وملبس وغيرها. تابع الفيديو للأخير. تداول ناشط على منصة تيك توك فيديو مؤثر جدا لفتاة إفريقية صغيرة. قام مجموعة من الشباب الصعاليك بالاستهزاء بها وقاموا برمي حصالة نقودها في الأرض، وتأسف الكثير من الجزائريين بعد مشاهدة الفيديو ودعوى المواطنين إلى ضرورة احترام هؤلاء الأفارقة إلى غاية ترحيلهم، وخاصة النساء منهم الأطفال، لأنهم أولا وأخيرا هم بشر مثلنا وأغلبهم مسلمون.